السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع مصطفى ماذا يقول لدفو نحشم. نقول إنه جورناليست، وهذه حقيقة مواقع في، تعالوا نشوف ماذا يتكلم. طبعا حقيقة مواقع في المطار بين بالماضي والصحفيين عندما رن التلفون. تعالوا نسمع ماذا يقول. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وتعالوا نسمع مصطفى ماذا يقول. يلا مع بعض. سيرمون سانسيرمون دي فوا تحشم تقول انا جورناليست، دي فوا دير لا فيريتي، انا نتكلم كصحفي. شفنا لي كومبورتمون هادو صراو كاع لي زونترينور، اي سي با بروبر بالمادي. بالمادي شكون ما على بالوش باللي الا ان كومبورت الا ان كاركتير ديفيسيل، يحب تمشي كيما يحب هو. بصح انا جي اسيستي ا دي ديزان دو كونفيرونس بريس، كي تحترم روحك ولا غير يحترمك، هذه وحده. ثانيا واش الصحافة هذه الجديدة اللي راهم يخرجونا هذو ياك؟ لا فاي لعب الفريق الوطني مع النيجر، دار ندوة صحفية، قضى الماتش على على العشرة تاع الليل هكذا، ليكيب ناسيونال راحوا يرقدوا. غدوة من ذاك يبرين لافيون، يصيب اون فانتين دو جورناليست ولا دو روبورتير في الايروبور، يحطوا له الميكرو قدام نيفو، التليفونات يصوتي اون بليس. صارت حاجة خويا نصر الدين واحد ما هضر عليها، واش صرا؟ بالماضي الى مي اون غارد لو جورناليست روا فوا، هذه نحو هذيك رنت انت راك تقول رنا رنات الهاتف. اسمح لي، ايفو سي ريسبي، ايفو ريسبكتي. Il est entraîneur national, il est entraîneur national. Il a une profession, il est bien rémunéré, il est là. Il doit accepter beaucoup de choses, frère. Il doit accepter beaucoup de choses. Il doit accepter. À chaque fois que je vois dans le feuilleton, à chaque fois, il ridiculise les gens.